اه تقر. استنى اعدل لك دي، استنى انا اعدل لك دي. يالا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميله اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في العالم. رجعنا لكم بحلقه جديده يا جماعه، عشان بقالنا كتير ما نزلناش حلقات لغبش. غبش ابن ميلو، طبعا غبش كلب مالينو، دخل في ما يقارب الاربع شهور او في الحدود دي. ده ابن ميلو يا جماعه، وزي ما قلت لكم ان انا عزلته عن الكلاب اللي عندي كلها في البوكس اللي احنا شايفينه قدامنا ده، تمام، وبنشتغل معاه كل يوم تدريب. تعالوا دلوقتي هنوريكم بنبدا مع غبش ازاي، لان احنا كنا نزلنا له حلقتين او ثلاثه ووقفنا على كده، بس نرجع نكمل. طبعا انا بنشتغل مع غبش بالمزاج كده، يعني كل ما يجي لي مزاج نقوم نشتغل معاه، تمام، وما بنضغطش على الكلب في التدريب، يعني بنعلمه حاجات بسيطه ونسيبه عليها شويه ونتني ماشي معاه لمده 3 4 ايام عليه على الموضوع ده. يعني مثلا نعلمه يمشي جنبي، نعلمه لما نديله يجي لي، نعلمه كذا، نعلمه كذا، نعلمه كذا. في ناس بتسال نفسها، طب كابتن ابو نور ايه سرعه العلام او ايه فايده ان هو يعلم الكلب بطريقه سريعه والكلام ده كله. زي ما احنا شايفين طبعا الكلب واخد دلوقتي على المزرعه بره، مش واخد على العنبر جوه. يعني خلاص انا قلت لكم الموضوع هيبقى فيه تدريب وتعليم. تعليم اللي هو الكلب يبقى متعايش في المكان نفسه واخد طباع المكان ويسمع اللي داخل ويسمع اللي خارج ويقعد معانا بالليل، يسهر معانا ويلعب ويعمل اللي هو عايز يعمله، في نفس الوقت ياخد على الخير والحاجات دي كلها، وتدريب اللي هو نديله الامر ينفذه. فالحاجات دي هتكون الحاجتين دول هيكونوا متوافقين مع الكلب ده، لان اغلب الناس بتدور على فكره التدريب بس. لا، احنا هنتكلم تدريب وتعليم. تعليم اللي هو نتكلم مع كلبي ممكن يعمل لي حاجه مشهد كوميدي، حاجه كوميديه كده انا حاببها، كلام زي كده، تمام، وممكن في نفس الوقت ان هو ياخد مني امر او كورس انا نمشي عليه. غبش زي ما انتم شايفين طبعا كان ما بيحبش الخيل، او لما بيشوف فتحي بيجري بيهوى عليه والحاجات دي كلها. ابتديت ان انا اعوضه على فتحي، وكمان ما عادش بيجري ولا فتحي على غبش. عارف زي ما احنا شايفين اهو، تمام، هو بيقلق من فتحي جدا. تعالى غبش، غبش تعالى تعالى. انا ماسك غبش اهو، عايز نعمل فتح طوبه كده عشان يمشي. شايفين؟ شايفين؟ بص 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 بص. ولا جري وراه ولا شاغل باله بيه خالص. يلا بقى بينا نشتغل دلوقتي مع غبش، تمام، ونوريكم احنا بنشتغل معاه ازاي. يلا تعالى كده. طبعا يا جماعه بنجيب طبق الاكل الاول، طبق الاكل بتاع غبش اهو، تمام، عباره عن هياكل رجول وحاجات زي كده، وبنجيب مقص لان الموضوع بيحتاج قطع صغيره. طبعا ادي المقص اهو، تمام، ده بنقص بيه قطع لحمه حاجات زي كده. وبنمسك مثلا رجل فرخه ونقص الصوابع اللي قدام دي كده، الصوابع قطع كده اهي، طبعا زي الاكل بتاعه، الاكل اللي هو الطبيعي بتاعه، تمام. بنقص رجل او رجلين او ثلاثه، الموضوع مش صعب اهو، بنقص رجل او رجلين او ثلاثه. ليه؟ لان الكلب دلوقتي عايز ياكل، تمام. في ناس تقول لك طب بدراي فود، طب بكوره، طب كذا، طب كذا. لا، انا بنسهل على نفسي، لان هي دي وجبه الكلب. يعني هو الكلب دلوقتي هو عايز ياكل، تمام. اهي بناخد قطع كده اهي صغيرة، رجل الفرخة، تمام، اهو قطع اهي كده، انا قصيت شوية، تمام. وفي عندي قطع صغيرة برضو اهي، حتة طرية كده زي حتة جلد رقبة حاجة زي كده اهي، تمام. اصبح ان انا بس كفاية كده، والباقي بنسيبه زي ما هو، هو عشان هو هياكل منه. وبنبدأ ان انا ناخد شوية في دي كده اهو، تمام، بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. وهنبدا ان انا نشتغل معاه، تمام. هنعمل ايه؟ في حد، خد يالا. طبعا هو بيلعب، متعود ان هو بيلعب مع فتحي، فتحي بيجي هنا يزاوله ويجي. في حد طبعا، حد واحد حبيبي كان واخد مني جاره مالينو، بيقول لي يا كابتن ابو نور انا لما بنديله ما بيجيليش. طبعا دي مشكله في حد ذاتها، المفروض لما تنادي الجارو بتاعك يجي لك يجري، تمام. هنشوف دلوقتي غبش. اول حاجه انا اللي بنروح له وبنشممه، اصبح كده ان انا عملت له عمليه لفت انتباه
ان انا الاكل معايا. شايفين بقى كده؟ شايفين انا كده منفض له اهو. شايفين؟ 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 انا عايزه يمشي بعيد عني. انا هروح بعيد كده عشان هو يمشي بعيد عني. تعال شاطر، اقعد اقعد. برافو. زي ما شفنا كده يا جماعه، تمام. عملية لفت انتباه. يلا. لا طبعا، عشان نمشي الكلب جنب انتباه، يفضل ماشي جنبي ماسكة الاكل بالطريقة دي كده يا جماعة. دي حتة لحمة صغننة اهي، ماسكة الاكل بالطريقة دي، ايدي كده والصبع ده كده، تمام. وبنحط ايدي على طول في وش الكلب ونمشي ونمشي. طبعا هو عشان لسه جاره صغير ممكن يعض حرف في ايدك كده، بس ما تخافش يعني، مش هيعض العض اللي ايه في خيالك. اهي والمشي، بس والمشي والمشي. نعوده انه يمشي جنبي اهو. بصوا يا جماعه، نعوده انه يمشي جنبي. تعالى غبي، يلا غبي اهو. بصوا يا جماعه، هو كده ماشي جنبي. يلا بصوا يا جماعه، نلف تاني، نلف تاني. طبعا هو ما بيجيش في الجنب ده خالص، لان انا عودته على الجنب ده. اقعد. شاطر. تحت. شاطر. زي ما شفنا كده، مثلا هو بياكل دلوقتي، انا عايز نبعد عنه، انا عايز نبعد عنه لان انا علقته في رجلي، عايز نبعد عنه عشان نوري لصاحبي ده ازاي ان لما بنيجي ننادي عليه بيجي لي بسرعه. لا. اقعد. تحت. تحت. فكر. تحت. تحت. شاطر. تحت. تحت. شاطر. برافو غبي. شاطر شاطر شاطر. خليك جنب رجلي. اقعد. يلا. برافو. لا لا، مكانك مش شن. اقعد. يلا اقعد. يلا اقعد. شاطر. غبش. اقعد. تحت. 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 شاطر. لا. اقعد. تحت. تحت. شاطر. طبعا زي ما شفنا كده الطريقه يا جماعه، ان هي بالطريقه سهله وبسيطه انضربت كده. انا الاكل خلص معايا. تعالوا دلوقتي، مش بس اميله، تعالوا دلوقتي نشتغل من غير اكل شويه، نشوف رد فعل الكلب. يلا. برافو. يلا. اقعد. شاطر.
زي ما شفنا كده تحت تحت. شاطر. عاد زي ما شفنا كده هنروح نجيب اكل تاني. ثابت حاض طبعا كده امر ان انا نديله. تعالى غبش غبش تعالى. شاطر ده امر ان انا نديله. تمام امر ان هو يمشي جنبي منتبه. تمام يلا حاض امر ان هو ان انا نديله امر ان هو يمشي جنبي امر تحت. الاوامر دي كلها فاضل هنديله الثبات هنديله كذا امر كده وهنبدا نعيد عليهم. الموضوع سهل وبسيط زي ما قلت لك بالطريقه دي. طيب الطريقه دي يا ابو نور انت بتعملها في اليوم كم مره؟ بنعملها مره واحده. تمام ده معد الاكل بتاع الكلب. بنجيب الوجبه بتاعته في طبق وبنقطع حتت صغيره بالمقص ونشتغل معاه بخمس ست حتت والباقي نجي رايح ماكله. تعالوا نوريكم بقى دلوقتي واحنا بندخل الكلب عشان ياكل. يلا غبش يلا معاد الاكل معاد الاكل. يلا بوكس 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 يلا بوكس. شاطر كده وعارف خلاص معاد الاكل وبنقفل البوكس بتاعنا لان كده الكلب اكل وشبع كده هياكل بقى الوجبه بتاعته ويشبع. فاصبح بعد الاكل مش هيصلح ان يكون في تدريب. بعد الاكل مش هيصلح ان يكون في تدريب لان هو شبع. فانا بنستعمل الطريقه دي قبل الاكل مباشره. يعني المفروض انت عندك كلب صغير تبدا تشتغل معاه قبل الاكل مباشره. جهز الوجبه بتاعتك في طبق وقطع حتت صغيره بالمقص وابدا اشتغل معاه قيمه ربع ساعه 10 دقائق ما تتقلش عليه. تمام وابدا ادخل الكلب بالطريقه دي. المره الجايه باذن الله هنصور لكم حلقات ثانيه معاه عشان نشوف التكرار. وعلى فكره الموضوع مش صعب. انت في ايدك ان انت تدرب الكلب بتاعك. يعني الفكره مش صعبه خالص. كل يوم اديله 10 دقايق بس 10 دقايق بطريقه كويسه وبطريقه سلسه تلاقي الكلب بتاعك بدا يشتغل وبدا يدور معاك. تحياتي ليكم يا جماعه تحياتي لكل متابعينا. احلى مساء عليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.